النهاردة هنتكلم عن تصميم عناصر الشد والضغط في التراس. الموضوع بسيط جدا 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 في الديزاين. ليه؟ لان احنا بنشتغل على شيت اكسل، مش بنطلب منك غير حاجة او حاجتين بس، بيطلب منك الانترنال فورس اللي هي الاكسيال فورس، خلاص، سواء كومبريشن او تنشن، وبيطلب منك حاجة هنشوفها كمان شوية بتتحسب ازاي، اللي هي ال باكلينج ان بلان والاوت اوف بلان، وشكرا على كده. وتختار له نوع التسليح او نوع الاستيل بتاعك هو 37 ولا ايه، وهو بيقوم بعمليه التشيك كامله. اذا الموضوع بسيط، بس طبعا علشان خاطر نفهم، يعني مثلا لو جينا مثلا على شيت اكسل زي ده اللي هو الكومبريشن ممبر، هتلاقي لو جيت بصيت كده هيطلب منك اول حاجه ستيل جريد 37، اوكي. هيطلب منك حاجه اسمها الكيسز، والكيسز دي احنا عندنا تو كيسز، A وB، اللي هي الديد لود بلس اللايف لود، والثانيه اللي داخل فيها اي سكندري لود، وهنعرف امتى اختارها كده وامتى اختارها كده كمان شويه. وبيطلب منك زي ما قلت لك، وبيطلب منك الكومبريشن فورس. طبعا انت دلوقتي الشيت ده اصلا بيحل كومبريشن ممبر، فهو بيطلب منك الضغط بتاعك اللي موجود في الايه، في الممبر ده قد ايه. وده بيجي منين؟ بيجي من السال. خلاص احنا عملنا الموديل المره اللي فاتت، يبقى اذا الكومبريشن فورس دي موجوده عندي كمعلومه. بيطلب بس منك حاجتين تانيين، بيطلب منك ال ال ان بلان وال ال اوت اوف بلان، وهنعرف الاثنين دول بيجوا كمان شويه ازاي. وبيطلب منك هو الطول بتاعك، او بيطلب منك الليميتس اوف باكلينج، وهنشوف يعني ايه 180 دي و200 كمان شويه، امتى اختارها 200 وامتى اختارها 180. خلاص؟ وبيطلب منك كمان مين؟ الزاويه بتاعتك، الدبل انجل، هي عباره عن ايه؟ يعني مثلا لو انا عندي ابر او لور، ابر او لور ده بنعمله دبل انجل باك تو باك، فهو بيقول لك اختار لي مين؟ اختار لي الزاويه اللي حضرتك عايزها، وهو من خلال الفورس اللي انت دخلتها له فوق، وحاسب له للممبر ده ام بلان، ال ال ام بلان والاوت اوف بلان، يبدا هو يعمل لك التشيك بتاعتك كلها اللي تحت دي، فيقول لك سيف او ان سيف، فتبدا انت تعدل القطاع تكبره او تشوف انت هتعمل ايه. خلاص؟ يبقى كل الملخص بتاع النهارده هم الكلمتين دول. انا بقى عايز افهم سواء بقى اعضاء الشد او الضغط بتاعتي بتتصمم ازاي، سواء بقى للدبل انجل باك تو باك او الستار شيب او للسنجل انجل او وات ايفر بقى. خلاص؟ بس قبل ما نبدا، تعالى كده، بيقول لك عناصر الانشائيه بتاعتك، الكمرات والاعمده، بتعتمد على ثلاث حاجات. طبعا الماده بتاعتك، نوع الماده بتاعتك، ماده الانشاء، والحمل المؤثر على الممبر بتاعك دوت اللي انت بتصممه، والمقطع اللي هو الكروس سيكشن. خلاص؟ يبقى دولت الثلاث حاجات. الحاجه الثانيه بقى، في شويه خواص لازم نعرفهم بقى مع بعض، اللي هو خواص القطاع، البروبرتيز بتاعت القطاع. لما كمان شويه هتيجي، او انت كنت شفت في الستيل في ثالثه مدني كان بيديك تيبل، تيبل دي بيقول لك مثلا الباك تو باك، ويقعد يقول لك ايه الكروس سيكشنز بتاعها كده، ونسبه السي على الدي اس او الدبليو، وهكذا شويه خواص تانيين كده. الخواص دي او الانيرشيا اي اكس، الانيرشيا اي اكس واي، المومنت اوف بولر، والكلام ده كله. تعالى كده قبل ما ندخل على الجداول دي، انا عايز افهم التيبل دوت برضه ماشي ازاي، او ايه العناصر اللي موجوده فيه. اول حاجه بيطلب منك، بيقول لك المساحه، مساحه القطاع العرضي، السنترويد، مركز الثقل. يعني انا لو انا مثلا عندي حاجه بالشكل ده مستطيل، وعايز احسب السنترويد بتاعه، ما هو مفيش اسهل من كده في المنتصف. طب انا لو عندي اشكال بقى متغيره، هبدا احسب بقى الكلام ده ازاي؟ طيب بيقول لك التوتال اوف اريا، الحاجه اللي بعد كده حاجه اسمها المومنت اوف انرجي. طيب قبل المومنت اوف انرجي في معامل مهم جدا اسمه اس اكس، اس اكس او اس واي، او بيسموه الفيرست مومنت اوف اريا، العزم الاول للمساحه. العزم الاول للمساحه دوت هو عباره عن ايه؟ بيبقى عباره عن الاريا الاي مضروبه في الواي. ده انت لو انا عايز اجيب عزم المساحه الاول لمحور معين، يعني انا لو انا مثلا عندي الشكل بتاعي بالشكل ده، وعندي ادي الاريا بتاعتي، المسافه اللي هنا من هنا لهنا اللي اسمها واي، فانا عايز اجيب الاس اكس، هتبقى عباره عن الاريا في مين؟ في الواي. طب لو انا عايز اجيب الاس واي، هتبقى الاريا في مين؟ في الاكس. الكلام ده يا جماعه كنا خدناه في خواص المساحات في اولى مدني الترم الثاني، او ثانيه مدني تقريبا الترم الاول. خلاص؟
اوكي، يبقى ده اللي هو اس اكس او اس واي، دي برضه كمعلومه هتلاقيها برضه جوه التيبل، اسمه العزم الاول المساحي او الفيرست مومنت اوف ايه؟ اوف اريا. طيب في اللي بعد كده المومنت اوف انرجي، الاي اكس والاي واي. طيب الاي اكس والاي واي دولت هو عباره عن ايه؟ الاي عموما هو عباره عن ايه؟ عباره عن القطاع دوت هيقدر يتحمل المومنت اوف انرجيا، او المومنت اوف انرجيا هتتحمل عزم الانحناء قد ايه؟ هو مين اصلا اللي بيقاوم عزم الانحناء؟ لو انا عندي مثلا منبر، عندي كاميرا، الكاميرا ديت اللي هي السمبل بيم دي عليها عزم وليكن اللي هو احنا عارفينه ال دبليو ال سكوير على 8، مين اللي بيقاوم العزم دوت؟ مين؟ الانرجيا بتاعت القطاع. فالانرجيا دي كل ما كانت كبيره كل ما العزم دوت هيقل. خلاص؟ طيب تمام. الاي دي بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن الاريا مضروبه في الواي سكوير كقانون كده. طبعا انا لو جيت قلت لك مثلا المستطيل دوت عايز احسب له الانرجيا بتاعته هتقول لي ايه على طول؟ الانرجيا بتاعت المستطيل اللي هي لو دي مثلا بي وده تي او اتش هتبقى عباره عن مين؟ بي في اتش تكعيب على كام؟ على 12 حوالين محور اكس، واللي حوالين محور واي يعكس. خلاص؟ طيب فين المعلومه دي جت منين؟ او الناس دي عملت الكلام دوت ازاي؟ الناس ديت برضه نفس الفكره كده، زي ما قلت لك الانرجيا عموما هي عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا في الواي سكوير. فانا لو جيت مثلا مسكت المستطيل بتاعي دوت اهو اللي هو عباره عن البي في الاتش، خلاص؟ ورحت واخد الانتجريشن لمين؟ للاي في الواي سكوير دي. وخلي بالك الانتجريشن دوت انتجريشن محدد، ليه؟ لان انت السي جي بتاعك اهو في النص، المسافة اللي فوق دي عبارة عن اتش على 2، والمسافة اللي تحت دي برضه هي اتش على كام؟ على 2. فتكامل محدد عبارة عن هنا من أو المحددة بتاعته من اتش سالب اتش على 2 لمين؟ لاتش على 2. خلاص؟ التكامل ده كنا بنعمل ايه؟ كنا بناخده شريحة وبنكملها وفي الآخر بنجمع، خلاص؟ فهو راح واخد شريحة كده عرضها هنا اسمها دي واي. خلاص الشريحه دي دي واي. فانا لو جيت قلت المساحه ديت بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ادي التكامل المحدد بتاعي اهو، الاريا هنا بتساوي ايه بقى؟ عباره عن البي في مين؟ في الدي واي، مش كده ولا لا؟ البي في الدي واي مضروبه برضو في مين؟ في واي سكوير. خلاص ماشي. البي دوت يا هندسه البي ده ثابت فبطلعه بره، اي حاجه ثابته بطلعها بره، يبقى بتساوي ايه؟ بتساوي البي في التكامل بتاعي اللي انا عارفه في مين؟ في واي سكوير اوف دي واي. تعرف تكامل الواي سكوير بتزود للاس واحد وتقسم على الاس جنيه، صح؟ يبقى بيساوي ايه بقى؟ عباره عن واي اس 3 على 3 في الدي واي، يعني ايه ساعه صغيره كده؟ او خلاص بقى مش في الدي واي، انت خلاص كامل من كام لكام بقى؟ من اتش على 2 لسالب اتش على 2. خلاص؟ طيب الثلاثه دي مش ثابت، خلي بالك هنا في ايه؟ بره في البي. هتروح تعمل ايه بقى؟ هتطلع مين؟ مين بره؟ هتطلع البي بره. تعالى نطلع البي بره. يبقى البي والتلاتة بره. انا هعمل ايه بقى في الواي دي؟ الواي ده هتعوض مره بيها في اتش على 2 ومره هتعوض بسالب اتش على 2. يبقى اتش اس 3 على كام؟ على 8 ماينس اتش اس 3 على كام؟ على 8 برضه، صح؟ طيب ماينس في ماينس بايه؟ في ايه؟ بوزيتيف. يبقى هيطلع في الاخر القيمه دي دي على الثلاثه لما تيجي تضربها، يعني خلاص بقى ده هتضربه في ده هيطلع بالموجب. لما تيجي تضرب البي في اتش تكعيب
لما تيجي تضرب القيمه دي اللي هي التلت في 1 على 8 بلس 1 على 8 يطلع 12، اللي هو بي اتش تتعيب على كام؟ على 12 زي ما احنا قلنا في البدايه. خلاص؟ ده المومنت اوف. طبعا الكلام ده اهو في بقى ثوابت ليه، يعني مثلا هتيجي تقول مثلا ان المستطيل دوت الانرشيا بتاعته ثابته اي اكس واي واي، بي اتش تتعيب على 12، طب المثلثات نفس الفكره والدوائر، فالكلام ده بيبقى ثابت. الا بقى اللهم الا بقى لو انت مثلا عندك شكل غير منتظم تبدا تعمل ايه؟ تبدا تحسب لكل الشكل دوت الايه؟ المومنت اوف انرشيا للشكل اللي هو المعقد، وهنشوف كمان شويه. طيب يبقى ده بالنسبه للمومنت اوف انرشيا اي اكس والمومنت اوف انرشيا اي واي. في حاجه اسمها البرودكت اوف انرشيا اللي هي اي اكس واي. الاي اكس واي دي هي عباره عن ايه؟ اي اكس واي هي عباره عن الاريا مضروبه في الاكس مضروبه في الواي، والقيمه ده هي هتبقى بصفر في حاله مين؟ في حاله اذا كان الشكل المساله بتاعك سيمتري، الاكس بتاعتك المسافه اكس وواي هتبقى بصفر. يعني انا لو انا مثلا عندي مستطيل بالشكل ده السي جي بتاعه في المنتصف، فالاكس والواي بتاعته منين؟ بزيرو، في الاريا بزيرو، هتطلع الاي اكس بتاعتك واي اي اكس واي او البرودكت اوف انرشيا بمين؟ بصفر. طيب الحاجه اللي بعد كده في حاجه اسمها الماكسيمم مومنت اوف انرشيا الاي يو والاي بي. ايه دول؟ هو انا بيهمني ان انا لما اجي احسب الانرشيا بتاعتي اي اكس واي واي او الانرشيا بصفه عامه ليه؟ عشان اجيب اقصى انرشيا هتقاوم مين؟ عزوم الانحناء بتاعتي. خلاص؟ يبقى دي الفكره. طيب الفكره بقى لو انا مثلا عندي شكل غير سيمتريك، يعني مثلا عندي انجل بالشكل ده، الانجل ديت هي ايه؟ غير متماثله، مش كده؟ فانا المحاور اللي هي اكس واي دي مش هينفع اشتغل عليها، فببدا اعمل ايه؟ بشتغل بقى على محاور ثانيه. المحاور بيبقى اسمها ايه بقى؟ اليو والفي. زاويه الميل دي بتتحسب كانت من قانون التان 2 الفا عباره عن ماينس 2 اي اكس واي على اي اكس ماينس اي واي، بتجيب التان انفرس. خلي بالك الكلام ده كله بعيدا عن الكورس بتاعنا كستيل ستراكشر، بس انت لازم تفهمه، لازم تفهمه عشان تبقى لما نيجي ندخل كمان شويه في التشيك هتلاقي الموضوع كبير جدا، فانا عايزك تفهمه واحده واحده. خلاص؟ وبعدين بنراجع معلوماتك يعني اللي هي الايه؟ الراجده بتاعت زمان دي. فانا لو خدت التان انفرس هقدر اطلع مين؟ قيمه الالفا اللي هي الزاويه بتاعتي. طيب الاي يو والاي في كان بيكون ليها قانون عباره عن ايه؟ عباره عن الاي اكس واي على اي اكس ماينس اي واي بلس اور ماينس جذر الاي اكس ماينس اي واي على الاثنين الكل سكوير بلس اي اكس واي سكوير. فكنت تقدر يعني انت مجرد بس ما تحسب الانرشيا خلاص وتحسب الزاويه بتاعتك تقدر تحسب منهم مين؟ الاي يو والاي في للمحاور اللي هي مين؟ او للعناصر او الاشكال الغير متماثله. خلاص؟ طيب ايه تاني؟ في حاجه مهمه تانيه اسمها ايه؟ البولر مومنت اوف انرشيا الاي بي دي. الاي بي دي عباره عن مين؟ عباره عن الاي اكس بلس الاي واي. خلاص؟ دي مجموع الاي اكس بلس الاي واي. اهم حاجه بنحتاجها اللي هو الراديوس اوف جيريشن الاي اكس والاي واي، ودي بنحتاجها وهتشوفها كمان شويه في المنشات الستيل اللي احنا شغالين عليها. قيمتها بتساوي كام؟ الاي اكس هي اي سمول اكس عباره عن جذر الاي اكس على مين؟ على الاريا. ماشي؟ والاي واي عباره عن مين؟ عباره عن جذر الاي واي على الاريا. خلاص؟ يبقى دي الحاجات ديت لو جينا بصينا كده مع بعض اهو. لو انا عندي مثلث وعايز احسب الانرشيا بتاعته حاجات ثابته بقى الاي اكس بتاعتك زي البي اتش تتعيب على 12. لا بس هنا في المثلث الاكس بي اتش تتعيب على 36. والواي برضه نفس الكلام بس معكوس الاتش بي تكعيب على 36.
ونفس الكلام طبعا الآلي لو انت عندك مثلا مستطيل او دايره او ربع دايره او وات ايفر الشكل اللي عندك، فدي اشكال ثابته الخواص بتاعتها بتبقى ثابته محسوبه وهي ثابته. خلاص؟ طيب لو انا مثلا عندي شكل زي ده وغير متماسك وحبيت احسب له مين؟ المومنت اوف انرجي، ابدا احسب الارياد بتاعتي واحسب بعد كده مين؟ طبعا واحسب الوايات واي 1 واي 2 واي 3 خلاص؟ لان زي ما قلنا الاي اكس او الانرجيا بتاعتي هي عباره عن مين؟ مضروب مين الاريا في الواي سكوير. فبتحسب الارياد وبتحسب الايه؟ الوايات المسافه. وتجيب الاي اكس 1 واي اكس 2 واي اكس 3. طب ليه 3؟ عشان انت عندك 3 اشكال. وبعد كده بتجمع بتجيب السمشن فتجيب مين؟ الانرشيا للقطاع ككل. تمام. تاني حاجه اللي هو مين؟ نص عزم الكسور الذاتي اللي هو الاي اكس سمول والاي واي سمول. هو عباره عن مين؟ عباره عن جذر الاي اكس على اي على ايه؟ واي واي على ايه؟ على ايه؟ خلي بالك من المعامل ده هنرجع له كمان شويه. عشان اجي لما اجي هنا اهو واشوف القطاعات بتاعتي في الجداول ابقى فاهم بقى الكلام ده. اهو هتلاقي مثلا اول حاجه الدايمنشن. الابعاد التي فلانج بتاعتك بكام والتي ويب والكلام ده. وبعد كده نسبه الدي ويب على التي ويب. وطبعا التي ويب او الدي ويب على التي ويب والسي على التي فلانج هنحتاجها لما ندخل المره الجايه في الكاميرات. خلاص؟ النسب. وطالب بقى الماس بير متر اللي هو الوزن بتاع هتقولك برضه لان من خلال الماس دي بحسب او بفترض الاول القطاع بتاعي هيكون عباره عن ايه زي ما هنشوفه كمان شويه. وبعد كده بص جايب لك ايه في الاخر البروبرتيز اوف سيكشن بقى الاي اكس والاي واي والاي يو والاي في وهكذا. خلاص ماشي. طبعا الانترنال فورس احنا عندنا الانترنال فورس دي عباره عن ايه؟ لو انا جيت مثلا زي ما شفنا اول محاضره كده لو انا مثلا عندي فريم وفكرت ان انا اقطعه من هنا هيحصل هيظهر كام؟ ثلاثه فورسز صح؟ الانترنال فورس بتبقى مومنت ومين؟ وشير ونورمال. خلاص؟ طيب النورمال فورس دي اللي احنا محتاجينها النهارده بقى عشان العناصر بتاعتنا بتشيل بس ايه؟ انترنال فورس نورمال. بقى عباره عن مين؟ ممكن تبقى كومبريشن وممكن تبقى ايه؟ تبقى تنشن. تمام؟ بعد كده الشير فورس. طبعا الشير فورس ده يمين طالع وشمال نازل اللي احنا كنا بنرسمه برضه ايام مين؟ ايام الكليه. وهنشوف طبعا الشير ده لما ندخل في الكاميرات. خلاص؟ وطبعا المومنت البندنج مومنت طبعا هنشوفه برضه فين؟ في الكاميرات وهنشوفه كمان في الاعمده، ما هي الاعمده دي اصلا بيم كولوم. خلاص؟ ماشي. تعالى بقى نتكلم في موضوع مهم جدا اللي هو طرق التصميم اللي احنا هنشتغل عليه. تعالى نرجع زمان كده ايام ما كنت شغال في الخرسانه كان بيبقى عندك طريقتين في التصميم، طريقه اسمها ايه؟ وركينج والطريقه اللي هي التيميت. طبعا انت في كلتا الحالات انت بيبقى عندك الاكشوال ده لازم يكون اقل من مين؟ من الالاو. في طريقه الالتيميت هندسه كنا بنعمل ايه؟ كنا بنحط الفاكتور اوف سيفتي بس كنا بنحطه فين؟ في الاكشوال، يعني كنت بتحطه في الاحمال. فكنت لما كنت بتطلع الستريننج اكشنز كنت بتطلع المعادله بتاعتك 1.4 مين؟ الديد بلس مين؟ 1.6 اللايف. اذا الفاكتور اوف سيفتي كنت بتاخده فين؟ في الحمل نفسه، فبتكبر مين؟ الاحمال. انما في الوركينج كنت بتعمل ايه؟ كنت الفاكتور اوف سيفتي ده لو انا قلت برضو الاكشوال وده الالاوبل كنت بتاخد الفاكتور اوف سيفتي في مين؟ في الالاوبل. فكنت بتقسم الماده نفسها او بتكبر الماده نفسها فبتاخد الفاكتور اوف سيفتي هنا عكس مين؟ عكس الالتيميت. فكنت هنا التحميله نفسها كانت الديد بلس مين؟ اللايف. خلاص؟ بقى ده احنا فاهمينه منين؟ من الخرسانة. طب الكلام هيختلف في الستيل؟ لا حاجات صغيره كده. تعال نشوف اول حاجه الاسماء ما اسمهاش لا وركينج ولا اسمها التيميت.
ده اسمها اي اس دي هنا اي اس دي ودي اسمها ال ار اف دي اي اس دي الاول ستريس ديزاين الاول ستريس ديزاين ال ار اف دي دي هي عباره عن مين اللود ريزيستنس فورس اوف ديزاين خلاص طيب خلي بالك الموضوع شبيه قوي بمين بالالتيميت والوركينج بس هنا عندنا بقى حاجه اسمها ايه عندنا حاجه اسمها الار اي لازم تكون اقل من مين حاجه اسمها ار ان النومينال اوف سيرفيس الاحمال يعني لازم تكون اقل من مين من النومينال مين اوف سترينث خلاص من المقاومه نفسها فلو تفتكر الاحمال بتاعتنا او في الخرسانه كنت بتاخد الفاكتور اوف سيفتي فين كنا بناخده فين في الاحمال صح فهنا بيتضرب في حاجه اسمها مين اوفرلود فاكتور اسمه فاي خلاص كده طيب انما هنا بقى عباره برضو عن ار اي لازم تكون اقل من الار ان بس الفاكتور اوف سيفتي بتاخده فين هنا عباره عن اوميجا اسمه اوميجا خلاص تمام وده يرجعنا ورا الحصه اللي فاتت كنا متلخبطين شويه ان لو تفتكر المره اللي فاتت قلنا ان الديد لود بلس اللايف لود وكان عندنا برضو حاله تحميل اسمها ديد لود وعندنا حاله تحميل اسمها ديد لود بلس لايف لود بلس اي مين اي حمل سكندري خلاص اللي هو وليكن الويند كنت قسمت القيم ديت على ايه المره اللي فاتت على 1.2 خلاص ال 1.2 ده اللي هو مين اللي هو الاوميجا فده فاكتور اوف سيفتي فاكتور اوف سيفتي يعني انا لو خدت ده طلعته بره هنا اكن انا ضربت الار ان في الار اي ده في مين في الاوميجا خلاص بس خلي بالك بقى الكود بقى صنف لك الموضوع قال لك لو حاله التحميل بتاعتك من الكيس اي ما تعمل تاخد الاستريس بتاعك زي ما هو اصل خلي بالك هو الار ان ده اللي هو هيطلع عندنا دلوقتي عشان نجيبه او هو في الميم او بعد كده اللي هو هنا الاستريس بتاعنا هنا الاولبل ما هو ده الاولبل لما هنشوف كمان شويه في اعضاء الشد عباره عن 0.58 الاف يلد وفي الضغط 0.64 الاف يلد فهنا بيضربوا كمان في فاكتور اوف سيفتي خلي بالك هو قسم بس الفاكتور اوف سيفتي ده لازم يكون اكبر من واحد عشان خاطر يعمل ايه؟ عشان يقلل مين من القيمه دي فاخد فاكتور اوف سيفتي زياده اللي هو 1.2 يبقى تاني يا جماعه حاله الديد كيس اللي هي ايه؟ الديد او الديد بلس اللايف اللي هو الاحمال البرايمري ما بنقسمش على مين؟ على 1.2 انما اي حمل ديد لود بلس لايف لود ومع اي حمل سكندري بنقسم على مين؟ على 1.2 فطلعت بقى المره اللي فاتت اللي هي المعادلات اللي هي 0.833 ديد لود 0.833 لايف لود و 0.833 اللي انت قسمت وقلنا في حاله السايزميك فقط بقى يعني اي حاله تحميل عندك فيها السايزميك هتقسم برضه تاني على مين؟ على 1.4 يعني تقسم على 1.2 وترجع تقسم على 1.4 ليه بقى ال 1.4 قلناها عشان مين؟ المره اللي فاتت ايه؟ الله يفتح عليك قلنا عشان خاطر الزلزال ده كل الفاكتور بتاعته بتبقى مبنيه انها بتبقى التيميت فعايز احول انا شغال اي اس دي وركينج يعني فعايز احول من الايه؟ من الالتيميت لمين؟ للوركينج فبقسم على 1.4 واصله؟ طيب في علاقه بتربط بقى الفاكتور اللي هو الاوميجا بمين؟ باللي هو الفاي ده. العلاقه دي بتقول ان الاوميجا دي هي عباره عن الفاي على 1.5 العلاقه دي جت منين؟ جت من اثبات بسيط جدا. طبعا دي معاملات الامان في طريقه الايه؟ الاي اس دي اللي هي الار ان والار اي والاوميجا خلاص؟ ومعاملات الامان اللي موجوده في ال ار اف دي اللي هي في مين الفاي العلاقه اللي بتربط الاثنين هي عباره عن مين ان الاوميجا الاوميجا دي اللي هي مين مين الاوميجا الفاكتور اوف سيفتي في ال اس دي انما ده فاكتور اوف سيفتي في ال ار اف دي خلاص طيب لو انا عايز اثبت الكلام ده اهو او الناس دي اثبتت العلاقه دي منين قال لك والله لو انت عندك كاميرا بس نسبة اللايف لود 3 امثال الديد لود
خلاص؟ طيب هتعمل ايه؟ تعالى بقى حل الكلام ده. لو انت بتحل بالال ار اف دي، الدبليو بتاعتك هتبقى عباره عن مين في مين؟ خلي بالك الاحمال هنا اهوت هندسه، او حالات التحميل اللي هنا الديد لود بلس اللايف لود، لا ده 1.2 الديد لود في مين؟ 1.6 اللايف لود، عشان ما تتلخبطش ما بين الخرسانه والستيل. خرسانه 1 و4 1 و ايه؟ و6. في الستيل 1 و2 1 ومين؟ و6. خلاص؟ فهو قال لك ان الدبليو بتاعتك، الدبليو بتاعي عباره عن مين؟ 1.2 ديد لود 1.6 لايف لود. بس ضرب هنا في 3 ليه؟ اه عشان انت عندك 3 امثال الديد لود اللي هو في المساله بقى. خلينا في المساله ان الديد اللايف لود عندك 3 امثال الايه؟ فانا عملت علاقه اهو، عوض الكلام ده تطلع الدبليو بتاعتك ب 6 ديد لود. خلاص؟ في الاخر لو انا بحسب المومنت هتبقى دبليو ال سكوير على 8، ما هي كاميرا وكاميرا بسيطه. طب الدبليو ديت اللي هي مين؟ 6 ديد لود، عوض في القيمه دي تطلع 6 ديد لود في ال سكوير على 8. المومنت او النومينال سترينث بتاعك اللي هو بيبقى عباره عن الام التيميت على ايه؟ على الفاي اللي هو الفاكتور اوف سيفتي، تطلع من المعادله ديت اللي هي رقم 1. خلاص؟ يطلع في الاخر للعناصر اللي هي التنشن ممبر يطلع الفاي دي بكام؟ ب 9 من 10 او 7 من 10 للرابشر ليميت ستيتس، والكمبريشن بتطلع بكام؟ ب 9 من 10. ده انت لو ايه؟ هتشتغل على تنشن ممبر او كومبريشن ممبر. خلاص؟ طيب في الاي اس دي انت عندك المعادله بتاعتك عباره عن الديد لود بلس اللايف لود. طب اللايف لود بتاعك بكام؟ خلي بالك انا عايز اوصل لمين؟ للعلاقه اللي بتربط ما بين الاي اس دي والال ار اف دي، عشان افضل عشان ابين لك في الاخر هو مين الافضل من الثاني، او مين اللي هتبقى موفره اكتر من الثاني. خلاص؟ طيب برضه نفس الكلام، ابدا عوض في المعادله بتاعتك، هيطلع في الاخر العلاقه لما تيجي تختصر الاثنين تساوي الاثنين ببعض، يطلع في الاخر العلاقه بتاعتك اللي هي الاوميجا 1.5 على مين؟ على الفاي. طيب لو جيت طبقت في الكلام دوت، بيقول لك الاوميجا ديت هتبقى ب 1.67 لو الفاي بتاعتك ب 0.8، وهتبقى ب 2 لو الفاي بتاعتك ايه؟ بكام؟ ب 0.75، لان انت عندك علاقه. فمجرد ما جبت فاكتور اوف سيفتي هتعرف تجيب الثاني بدلالته من العلاقه بتاعتك. خلاص؟ طيب المقارنه بقى، انا عايز اعرف مين الافضل في الاثنين واصمم بانهي. طبعا انا عايز اقول لكم ان كلنا هنا في مصر المباني اللي بتنعمل هنا في مصر بتتعمل اي اس دي. المنشآت اللي موجوده هنا في مصر كلها مين؟ اي اس دي. اي حد شغال في مكتب بيطلع مشاريع لبره هيبقى شغال بالال ار اف دي. طيب ايه مزايا دي ومزايا دي؟ تعالى بيقول لك لو انت عندك مثلا عنصر شد يؤثر عليه حمل حي وحمل ميت، وبالتالي يمكن حساب المقاومه الاسميه اللي هي الار ان اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه، كالتالي ان الفاي بتاعتك هتبقى عباره عن كام؟ خلاص احنا عرفناها بقى ب 9 من 10. خلاص؟ طيب اضرب ال 9 من 10 في الار ان اللي هي مين؟ الفاي في الار ان. خلاص؟ عباره عن كام؟ عباره عن 1.2 في مين؟ في الديد لود بلس 1.6 اللايف لود. الار ان ديت اللي هي عباره عن مين؟ عباره عن الكومباينيشن بتاعها. خلاص؟ فالار ان عوض في الكلام دوت هتطلع العلاقه بتاعتك 4 على 3 ديد لود بلس 16 على 9 اللايف لود، دي معادله رقم 1. والمعادله رقم 2 خلي بالك دي من مين؟ من ال ار اف دي. خلي بالك تاني 9 من 10 ار ان، ارجع تاني كده الفاي في مين؟ في الار ان للال ار اف دي. طيب ولو انت شغال اي اس دي يبقى الاوميجا بتاعتك هتبقى 0.67، انا جبتها من العلاقه. خلاص؟ يبقى الار ان على مين؟ على 1.67 ايكوال مين؟ الديد لود بلس اللايف لود. خلاص؟ اللي هي الكومبينيشن دي. طيب طلع من العلاقه دي هتطلع مين؟
حضرتك طبعا انا ضربت في 1.67 عشان اختصر يعني الموضوع دوت، طلعت المعادله رقم 2. يبقى انا كده عندي معادلتين خلاص. تعالى بقى نشوف هنعمل فيهم ايه. عملت فيهم ايه؟ قسمت 1 على 2 خلاص، قسمت المعادله رقم 1 على 2. وبعد ما قسمت البسط والمقام ضربته في كام، او قسمت البسط والمقام على كام؟ على 1.67 مين؟ في الايه؟ في الديد لود. طلعت نسبه ال ار اف دي على الاي اس دي بالشكل ده. انت اختصرت بقى وضربت والكلام ده. طلعت في الاخر علاقه، عرضنا علاقه ما بين طريقه ال ار اف دي على الاي اس دي وما بين اللايف لود على مين؟ على الديد لود، اللي هو الشارت اللي انت شايفه ده. طب انا افهم ايه من البتاع ده؟ على كده قال لك سنلاحظ ان الار ال ار اف دي على الاي اس دي تساوي 1 عند قيمه اللايف لود على الديد لود تتراوح ما بين 3 ل 3.3. وممكن تحديد الكلام ده لو انت مش عايزه من خلال الشارت تعمله جبريا، انك تعمل ايه؟ انت عندك ال ار اف دي على الاي اس دي سويها بواحد وعوض في المعادلات، هتطلع في الاخر القيم بتاعتك من كام لكام؟ تقريبا من 3 ل 3.3 خلاص. طب استفدت ايه من الكلام ده؟ قال لك ان الطريقتين دول ستعطي نفس النتيجه لو الحمل الحي بتاعك يساوي تقريبا كام. يبقى الطريقتين شبه بعض بس في حاله مين؟ ان الحمل اللايف لود بتاعك 3 امثال الديد لود خلاص. طيب ايه كمان؟ قال لك ان طريقه التصميم ال ار اف دي عباره عن ايه؟ بيقول لك ستكون اكثر اقتصاديه لما يكون اللايف لود اقل من مين؟ من 3 امثال اللايف لود خلاص، اللي الديد لود. طريقه التصميم الاي اس دي هتكون اقتصاديه اكتر لما يكون الحمل الحي اكبر من 3 امثال مين؟ الحمل الحي. طبعا نسبه التوفير اللي هيوفرها اصلا في الاي اس دي 2.7%، يعني قيمه لا تذكر خلاص. من الاخر قال لك ايه في الاخر؟ قال لك يجب الانتباه ان كل الطريقتين اللي هي الاي اس دي والال ار اف دي هتدي نتائج متقاربه، الا ان الال ار اف دي هتكون ايه؟ اكتر اقتصاديه. اوكي؟ يبقى نلخص بس الموضوع كده، ان ال ار اف دي زي ما قلنا من خلال الفاكتور اللي احنا قلناها خلاص، بياخد الفاكتور اوف سيفتي فين؟ في الاحمال خلاص، بيسميه مين؟ اللي هو الفاي. انما هنا بياخدوا اسم اوميجا، بس بياخدوا فين بقى؟ في القلاوه والستريس. وعرفنا المره اللي فاتت ليه اصلا في الكيس 1 ما قسمتش على 1.2، لكن في الاحمال السكند اللي بتبقى اكتر قسمت على 1.2، لان خد الفاكتور اوف سيفتي فين؟ في الالاوبل بس. راح عمل ايه؟ عكس، وراح ضربه هنا بس، راح جايبه هنا خلاص. طيب تعالى بقى ندخل في التصميم. يبقى قلنا في البدايه خالص ان انت عندك شيت اكسل، حته شيت اكسل انت اعمله بايدك او جيبه من اي حد خلاص، هيبقى مطلوب منك حاجتين، دخل له الفورس بتاعتك هي كومبريشن ولا تنشن، بس لازم تبقى فاهم تعرف تجيب ال ال بافلنج ان بلان والاوت اوف بلان، وهو هيقوم بكل التشيك اللي انا هشرحها لك كمان شويه خلاص. طيب تعالى بقى بالراحه بقى، تعالى ندخل على عناصر الشد. خطوات انك بتجهز المساله الاول، خلي بالك انا برضو عايزك تعمل حاجه كويسه، ودي في ناس والله انا شغال معاهم بره كان بيعملوا الكلام ده، انا مبسوط منه جدا ان هو بيمسك الخطوات دي ويمسك مساله يفترض لها اي ابعاد واي ارقام ويحل بايده مانوال عشان يفهم وتجيله حساسيه الشغل شويه ويبدا يرجع الكونسبت بتاع الديزاين المانوال خلاص. تمام، قال لك اول حاجه بنجهز المعطيات، حساب قيمه القوى المؤثره، وطبعا القوى المؤثره دي انا هجيبها منين انا؟ من الايه السالب. واهم حاجه هي مين؟ الباكلينج لينث. طيب الباكلينج لينث هو ايه الباكلينج ده؟ والباكلينج ده او في ان عناصر بخاف منه اكتر؟ الشد ولا الضغط؟ اكيد الضغط، انك كل ما بتضغط عليه كل ما بايه؟ طول التخيله او الباكلينج بتاعك بيزيد. هو بيقول لك هو عباره عن طول تخيلي يعبر عن مقدار الانبعاد الحادث في العضو، يعرف ايضا بانه طول منحنى الانبعاد خلاص. انك لو انا عندي مثلا عمود بالشكل ده وجيت اثرت عليه بفورس
من فوق كده هيحصل ايه ليه؟ هينبعد، هينبعد بمقدار ايه؟ اسمها ايه دي بنسموها؟ الدلتا. خلاص؟ يعني انا لا خلي بالك هنا حصل على العناصر، خلي بالك الحته دي هتفيدنا اكتر في الاعمده كمان. انا لو عايز احسب ام اديشنال وفي مومنت زياده عايز احسبه عباره عن مين بقى؟ مقدار الام او البي ديت الفورس كفورس في الدلتا. ده لمين؟ للاعمده. انما بقى في الكاميرات او في التراس قال لك تعالى بقى هنحسب حاجه اسمها مين؟ باكلينج ان بلان والباكلينج اوت اوف بلان. في الاخر كده هو الباكلينج ان بلان اللي هو ايه؟ يعني تخيل كده انا عندي مثلا المسطره دي ورحت مثلا ضاغط بفورس معينه، ايه اللي حصل لها؟ انبعجت صح؟ هل انت شايف الانبعاج ده ولا لا؟ انا شايفه، يبقى ده في المستوى اللي انت بتبقى في مستوى السبوره فبيبقى يمين او شمال. انما تخيل كده نفس برضه عدت المسطره دي بس حصل الباكلينج المره دي عندك وعندي، هتشوفه؟ لا اسمه اوت اوف بلان. خلاص فانا عايز احسب ده بقى وعايز احسب الثاني ده. خلاص فتعالى كده واحده واحده. الباكلينج اللي هو الام بلان ده، تعالى كده لو انا جيت رسمت لك شكل التراس شكرا بالشكل ده خلاص، وعايز احسب ال باكلينج ام بلان. ام بلان اللي هو في المستوى، هتخيل كده رحت انا جايب المسطره دي، خلي بالك بقى لكل الاعضاء بتاعه التراس سواء هو ابر او لور او فيرتيكال او دايجونال. تخيل كده المسطره عندك اهوت في مين؟ في اللور. خلاص هيحصل لها باكلينج ايه اللي انت شايفه ده؟ ده ام بلان. فام بلان دوت هيكون هو مين؟ طول الايه؟ العنصر نفسه او طول المنبر نفسه. مش احنا اصلا مقسمين التراس دوت لمجموعه من المنبر؟ ففي جوينت هنا بالشكل ده. اوعى حد بس يفتكر ان كل ده حاجه واحده. لا ماشي معلش يا هندسه برضه بنذكر صح؟ طيب لو انا مثلا برضه في الابر، بس انا سمعت الفيديو فاهم قبل كده واحد كان بيشرح كان بيقول ده في حاجه على اليوتيوب فين؟ في فيديو على اليوتيوب بس المعلومه جت من هنا. ايوه ككله كقطاع واحد كله. مش هيقطعوه؟ ايوه كمان. انت بتتكلم في السايب، السايب متقطع. لا ما انا لا انت بتتكلم على ايه تاني؟ على الحقيقه. اه ده بيجي بيشوف ده كله بيبقى واحد اللي هو ال 20 متر؟ لا طبعا. لا ما هو يعني على حسب 12 و8 مثلا؟ لا كل جزء لوحده اللي هو 2 متر 2 متر 2 متر وما في ما بينهم كونكشن يا جماعه في ايه؟ يا جماعه ده تراس. ماشي بس ما مش انا مش هنقطع حته حته 2 متر. سمعت كده يعني هو كان واحد بيشرح. ايوه امال ايه وظيفه الكونكشنز دي؟ اوكي كونكشن بس بين مثلا اطول مثلا كل مثلا 12 متر. لا مفيش الكلام ده. التراس بيجي اعضاء كده صغيره بالشكل ده خلاص وبوصل ما بينهم بكونكشن تمام. طيب خلينا بس نرجع لمرجوعنا. انا عايز اقول ايه في الام بلان؟ الاول ممبر الام بلان بيبقى طول لكل الاعضاء دي للاضلاع دي. يعني مثلا عندي ده الطول مثلا 2 متر وده مثلا 3 متر وده مثلا 3.5 وده مثلا 2.5. يبقى انا لو بحسب الباكلينج للضلع ده مثلا ده ام بلان هيبقى مين؟ طوله اللي هو الاثنين وللفيرتيكال اللي هو الطول برضه بتاعه قيسه هيبقى طوله والفيرتيكال والابر. خلاص زي ما قلت لك حط كده المسطره كده وشوف الباكلينج هيبقى في المستوى بالشكل ده او في المستوى بالشكل ده. فده بيسموه الام بلان. الاوت اوف بلان بقى لا ده مشكله بقى شويه عايزين نشوف هو عباره عن ايه. يبقى زي ما قلت لك ال L M بلان هو الديستانس بتوين الجوينت، المسافه ما بين ايه؟ الجوينت وبعض. خلاص؟ طيب الاوت اوف بلان بقى قال لك الاوت اوف بلان يختلف طبعا تماما عن ال M بلان، وبالتالي سوف ندرس كل منبر لازم تدرسه لوحده. يعني تدرس الابر لوحده واللور لوحده والفيرتيكال والدايجونال كل حاجه لوحدها، لان كل حاجه بيبقى لها طول انبعاج في الاوت اوف بلين مختلف عن التاني. طيب تمام لو انا جيت بس بصيت على الحته اللي تحت دي بيقول لي
معلومه مهمه جدا هنا في الام بلان. خلاص في الام بلان بيقول لي الحاله بتاعه الجاست بلين هو اللي بيمنع مين الممبر ان هو يتحرك يمين او شمال. يعني انا لو جيت بصيت كده هو مين اللي منع الممبر ده ان هو يتحرك يمين او شمال؟ هو مين؟ الجاست بليت، صح؟ مش في جاست بليت هنا بالشكل ده؟ فالجاست بليت دوت يعني مثلا لو انا جيت بصيت على الممبر اللي احنا بنتكلم عنه، خلاص؟ فشايف انت الجاست بليت، الجاست بليت الانيرشيا بتاعته الاقوى في انهي اتجاه؟ اللي هو اتجاه مين؟ اكس، خلاص؟ وبالتالي حدوث الانبعاج بتاعه هو مين اللي بيثبته؟ هي الجاست بليت. انما في المستوى الثاني بيكون الانرشيا بتاعه البليت بتبقى ضعيفه جدا لان اللي بيقاوم في الحاله دي هي واي، فبتبقى الانرشيا ضعيفه. خلاص؟ طيب لو بتكلم بقى على الاوت اوف بلين الابري، الابري اللي هو ده هيبقى ايه؟ طوله الباكلينج اوت اوف بلين هيبقى ايه في الابر؟ ليه؟ لان هو منسوب بالظبط كده في برلين من البدايه والنهايه، فهو متثبت في البدايه والنهايه بالبرلين. وبالتالي لو انا عايز احسب الباكلينج اوت اوف بلين هتكون المسافه ما بين البرلين اللي هي اصلا موجوده عند الجوينت ده للابر. ركز كده، يبقى الابر خلاص عرفنا اللي هي ايه؟ يعتبر طولها اصلا لان البرلين فوقيه بالشكل ده، يبقى ديستنس بتوين البرلين. طيب لو بتكلم على اللور، اللور الباكلينج اوت اوف بلين اللي هيحصل لبره او لجوه هيكون مين بقى؟ هيكون المسافه ما بين حاجه اسمها اللونجيتودينال بريسنج. يعني حاله عدم وجود اللونجيتودينال بريسنج لو انت ما كنتش عامله هيبقى الطول بتاع المنبر اللور ده هو نص مين التراس ده لو مش موجود مين اللونجيتودينال بريسنج في الاتجاه الثاني. عشان كده انا بعمل مين؟ اللونجيتودينال بريسنج عشان يقلل الباكلينج اوت اوف بلين لللور كورد، ودي قلناها واحنا بنشرح الحصه الاولى. خلاص؟ فتخيل كده انا عندي مثلا اوت اوف بلين هنا، عندي ولي لونجيتودينال بريسنج هنا. يبقى ساعتها اقدر اقول الممبر ده او الممبر ده الباكلينج اوت اوف بلين هيبقى مين؟ عندي لونجيتودينال بريسنج اهوت في الاتجاه الثاني. وعايز احسب للضلع ده او للضلع ده هما الاثنين واحد للباكلينج اوت اوف بلين هيبقى مين؟ يبقى المسافه من اول اللونجيتودينال بريس لحد النهايه اللي هو مثلا لو دي 2 ودي 2 هتبقى الاربعه. بس هي الاربعه دي بقى حسب هو اصلا المنبر 2 ايه اللي دخل الانبعاج بتاعه دي الاربعه؟ بص كده هندسه، الضلع ده والثاني والثالث ده بيحصل لهم باكلينج الثلاثه مع بعض. الثلاثة اه يعني كباكلينج اوت اوف بلين لو انت مش حاطط لونجيتودينال بريسنج هتبقى المسافة من اول هنا للنقطة دي هيحصل لهم انبعاج كلهم واحد. عشان كده حطيت اللونجيتودينال بريسنج فقلل المسافة دي بدل ما كانت نص التراس بقت اللونجيتودينال بريسنج لو تفتكر كانت على كل مسافات ايه؟ من كام لكام؟ من 6 ل 8 متر. صح؟ ايه؟ ايوه بس انا لو انا بصمم الثلاثة مع بعض مش منطقي برضه ان انا هحط طول الانبعاج بتاع المنبر الثلاثة مع بعض، انا كده هصمم الثلاثة مع بعض، لا هصمم واحد اهو. لا انا بتكلم على اللونجيتود او الباكلينج اوت اوف بلين للثلاثة او للعنصرين دولت هيبقوا واحد، اللي هي المسافة من اول اللونجيتود البريسنج لحد النهاية. طب يعني لو انت فكرت تحط حاجة تمسك المنبر ده اوت اوف بلين في الاتجاه الثاني هيبقى طول. انما مش موجود دلوقتي، اللي موجود دلوقتي هو مين؟ اللونجيتودينال بريسنج فقط في الاتجاه الثاني، يبقى ده الطول بتاعه كله من البدايه للنهايه، من اول نقطه اللونجيتودينال بريسنج لحد النهايه. طب هو لو خدناه طول في الحاله دي الكيس دي اسوء ولا في الكيس اللي هم لا الاسوء ان اللونجيتودينال صح؟ اللي هو ناخد يعني المنبرين مع بعض ده الاسوء صح؟ اه طبعا، لان انت كده زودت الباكلينج اكتر، والباكلينج ده حاجه مش كويسه، حاجه وحشه يعني. خلاص؟ طيب يبقى تاني كده الابر، الابر لو بتحسب ال ال اوت اوف بلان للممبر بتاع الابر هيبقى ايه؟ البرل. انما اللور بقى المسافه ما بين اللونجيتودينال بريسنج. خلاص؟ طيب الفيرتيكال بقى والدياجونال،
لا ده بتدخل في تيبل في الكود على كده. ايوه الاول كده لو انا جيت بصيت على الفيرتيكال، الفيرتيكال ده بيبقى بيتكون بيقول لك من نقطتين، حاجه اسمها سترونج بوينت وحاجه اسمها الويك بوينت. النقطه اللي بتبقى في الاخر يعني بيقول لك ان الجويت الاولى تكون مربوطه في الابر كور وتسمى الويك، بتبقى ضعيفه. يبقى الممبر اللي هو الفيرتيكال ده النقطه دي اسمها ويك ودي مين سترونج، دي نقطه ضعيفه ودي نقطه قويه خلاص. بس نتيجه وجود البرلين فوق خلتها مين سترونج قويه. طيب واللي تحت هي اصلا كده كده مين سترونج ليه؟ لان انت لو جيت بصيت على الممبر بتاعك اللي هو ده هتلاقيه الضغط تحت والشد مين والشد فوق صح، ف او العكس بقى عندك ده شد وده كومبريشن، فانت عندك الحديد اصلا بيتحمل مين شد، فهو كده كده اصلا قوه الشد. فبتلاقي في الفيرتيكال، في الفيرتيكال لو بتيجي تحسب الاوت اوف بلين للطول يعني هتلاقيه هو طوله، لان ممسوك في البدايه بنقطه قويه وممسوك في النهايه بنقطه قويه خلاص. طيب الكلام ده هو برضو لو جيت انا عايز احسب بقى الاوت اوف بلين للممبر الفيرتيكال والدياجونال بتدخل فين؟ في تيبل. انا لو جيت مثلا بصيت كده على ال ده اللي هو الدياجونال عايز احسبه في الام بلين، لو هو بريست هتاخده بايه؟ ب ال بطوله، ولا اوت اوف لو هو امبريست غير مقايل هتاخده ب 1.2 ال خلاص. طيب لو انا جيت مثلا خلي بالك انت عندك ممكن ما يبقاش التراس بتاعك بالشكل اللي انت شايفه ده، ممكن تبقى اشكال كي مثلا خلاص في وهكذا. فتبدا لو انا عايز احسب الطول بتاعي اوت اوف بلين ادخل الجدول وابدا احسبه. مثلا هنا اهو فين؟ هنا في طول الضلع دوت بنص في الام بلين وتاخده بسبعه او 75% ال ال لو هو بريست اوت اوف بلين وال لو هو امبريست في الاوت اوف بلين خلاص. تدخل تشوف الحاله بتاعتك في الكود هي ايه وتحسب مين. انت مثلا عندك هو يعني اصلا بريست او امبريست، يعني مقيد او غير مقيد. ايوه يعني ايه كمعلومه. لو انا جيت رجعت مثلا شويه برضه لموضوع الخرسانة، او تعالى كده لو انا عندي فريم ستيل وجيت اثرت عليه باي فورس جانبيه، امتى مثلا الفريم دوت يعني الفريم ده انا لو زقيته بحركه كده هيحصل له ايه؟ هيحصل له سوين صح؟ طب عشان خاطر اقيده من الحركه اعمل ايه؟ كنت بعمل ايه؟ في الستيل اعمل له بريسنج، فاصبح كده مقيد عند النقط دي، هو ده البريز خلاص مقيد. طب انا لو في المنشآت مثلا الخرسانيه عندي منشأ الخرساني مثلا عندي بالشكل ده، متوقع برضو لما تيجي تزقه بقوه جانبيه هيحصل له ايه؟ هيحصل له نفس الدلتا. امتى اقول مثلا على الشكل بتاعي دوت او المنشأ بتاع الخرساني دوت بريز او ان بريز؟ في الخرسانة. الكاميرا ماشي وايه كمان؟ لا يا جماعه انا بتكلم على حمل جانبي سوين. ماشي بس انا عايز حاجه ادق، ايه هي؟ انت قربت جدا يعني ده نص الاجابه. ايوه الشير وول، او هنقول بقى اللاترال ريزيستنج سيستم، النظام المقاوم اصلا للحمل الجانبي اللي هو هيبقى عندي اصلا ممكن اعمله فريم زي الباشمهندس ما قال. الفريمات دي اصلا يعني انت متخيل مثلا عندك ادي عمود ورحت ماسك الاثنين من فوق بكاميرا، لما تيجي تزقه كده هيحصل ايه؟ الكاميرا ده هي هتشغل العمودين على انها مين؟ حاجه واحده، وبالتالي هتلاقي السوي اقل مقارنه لو انا مثلا عندي عمودين مفيش كاميرا ماسكاهم من فوق بلاط على طول اللي هو النظام الفلات سلاب، فهتلاقي العمودين دول طايرين انما الكاميرا بتقيد الحركه بتاعت الاعمده.
خلاص. او الشير وول، انك تحط شير وول او تحط بقى ستاتيكال سيستم تاني او لاترال ريزيستنج تاني زي او تريجر او مثلا باندل تيوب سيستم او وات ايفر تيوب اند تيوب سيستم وهكذا. دي كلها انظمه مقاومه للحمل التاني. ده الفرق ما بين البريست والامبريست. خلاص ايه؟ اه هناك في التورق بالظبط كده، لان انت مش هتلاقي اصلا عندك هنا يعني الشير وول عندنا بيتحمل لحد 65 دور، وبالتالي انت مش محتاج اصلا انظمه ثانيه عشان تقاوم الحمل الجانبي. خلاص؟ ماشي. يبقى ملخص الموضوع ده عشان دي اهم حاجه، لان دي الكونتينر اللي هتدخل بيهم شيت الاكسل. اول ممبر ان بلين هو مين؟ طول. طول. الاوت اوف بلين واحده واحده بقى. الابر مين؟ المسافه ما بين البرم منسوب من البدايه والنهايه، فهو مقيد من البدايه والنهايه. طب وتحت في الأب في اللور؟ هو غير مقيد لحد دلوقتي، غير مقيد. بس هو مقيد منين لمنين؟ يعني هو مش مقيد بطوله، هو مقيد بمين؟ بوجود اللونجيتودينال بريسنج. فوجود اللونجيتودينال بريسنج عمل ايه؟ قيده بقى، نشوف بقى مسافته قد ايه، هو فين. فاحنا كنا بنعمل مثلا اللونجيتودينال بريسنج على مسافات من 4 ل 8، فتشوف بقى هو ايه قد ايه. ممكن يبقى 6 متر، ممكن يبقى 8 متر، وتفر انت حاطط كل مسافات قد ايه. طيب والفيرتيكال والدياجونال دول مين؟ بجيبهم منين؟ من تيبل. خلاص؟ ماشي. تعالى بقى ندخل في موضوع الالاوبل ستريس. خلي بالك انت قلنا من شويه كده انت بتحسب اكشوال وكمان الاوبل. وخلي بالك الالاوبل ستريس ده بيختلف في الشد عن الضغط عن المومنت كقيم. فانت بقى هنشوف بقى الالاوبل ده هنجيبه ازاي، والاكشوال انت لازم تحسبه عشان تقارنهم وتشوف القطاع بتاعك هو ايه، سيف ولا ان سيف. تعالى كده الالاوبل ستريس في الاعضاء بتاعه الشد بقيمه كام؟ ب 58 من 100 اف ام. تمام ماشي. طيب الاف يلد دي هي مين؟ 17 هو كده مقلل. اه هنيجي نقوله برضه. تعالى كده تعالى نشرحها. بصوا لو انا عندي مثلا ممبر اللي هو اللي عندي ده فشديته قعدت اشد فيه هيحصل ايه؟ هبدا اشد فيه لحد ما يوصل لمرحله اسمها اليلد، وما اتكسرش لسه، هو لسه في مرحله اليلد، خنق بس من هنا. طب قعدت اشد فيه اكتر هيحصل ايه بقى؟ ايوه هيتقطع بقى من هنا، هيوصل لمرحله الانهيار. فين انا بقى مش عارف اتخانق انا بالظبط كده. انا هل لما اجي اصمم الاعضاء بتاعتي إيه؟ اصممها على الالتيميت ان انت تصممها من هنا فيجي على الحمل فتتقطع على طول؟ لا، ولا كمان بصممها على اليل، ده انا بصممها كمان تحت اليل، فباخد فاكتور اوف سيفتي زياده. خلاص يبقى الاف يلد دي اجيبها منين؟ يبقى خلي بالك بقى احفظوا الكلام ده، احنا عايزين بعد كده هنعمل حاجه كويسه جدا بعد ما عشان بس ما ننتهش، لان الستيل بيبقى كده بعد مثلا حصتين كده، بعد ما ناخد المره الجايه الكاميرات واللي بعدها ناخد الاعمده، هنجي مثلا نقول قوم باشمهندس هتوم او الباشمهندس يقوم يفهمني المحاضره اللي فاتت دي كانت بتتكلم عن ايه. انا مش محتاج منك على فكره معادلات تقول لي مثلا القوانين لا لا لا، انا عايزك تقول لي احنا ايه الخطوات. مجرد ما هتقول الكلمتين دول هتحسس فعلا نفسك ان انت فاهم فعلا الموضوع، لكن عشان تسيب الموضوع كده وشيت الاكسل يا عم دخله الكلمتين دول وخلاص، ما هو اي حد يعمل كده، ما هو اي حد يجيب فورس من الساب ويحطها، واي حد يحسب الان بلين والاوت اوف بلين ويحطوه في شيت الاكسل ويطلعه بتاعه، بس انا مش عارف الخطوات دي هي ايه. المهم اف دي تيجي منين؟ من الجدول. انا الحديد بتاعي مين؟ 37، فادخل
اجيب مين؟ وطبعا البليته بتاعتي اقل من 40 فادخل على الاف ال طبعا 2.4. يبقى كده خلاص انا عرفت الالاوبل بتاعي اللي هو 0.58 في الاف ال اللي هي 2.4، عرفت الالاوبل، جبت الالاوبل. طيب الالتيميت بقى كمان شويه او الاكشوال. الاول الخطوه الثانيه، انا يبقى الخطوه الاولى انا حددت مين الالاوبل، الخطوه الثانيه السكشن بقى سكشن سيلكشن. اللي انا لو انا بحل مانوال انا هجيب القطاع ده ازاي؟ او عندك المعادله بتاعي بيقول لك في حاله تصميم قطاعات الباك تو باك مع استخدام مسامير هنا الحامل، فبتروح تجيب الاريا جروس. الاريا جروس بتاعتك عباره عن الفورس على 2 في 85% من الاف تنشن، خلاص اللي احنا لسه حاسبينه. طب طلعت الاريا جروس، خلي بالك ده لو انت لو انت الباك تو باك بتاعتك مسامير وفي مسامير، لكن لو هنا في لحام خلاص مسامير ويتم التصميم على الاحمال السنويه. طيب بقى ادخل على المعادله دي اجيب الاريا جروس، ادخل الجدول، فادخل الجدول فين الاريا؟ فين الاريا؟ ادخل على الاريا سيكشن اوف اريا وامشي امشي امشي ادي القطاع اهو، فالقطاع بتاعي البروفايل بتاعه اسمه كذا. خلي بالك ده الفرض، ما انا ما اعرفش هو صح ولا غلط، بس انا بفرض قطاع مبدئي ده في المانيوال. في السوق بره ما بتعملش الكلام ده، ده انت بتفرض اي قطاع زي ما شفت كده من شويه في التايتل حس، حط اي قطاع هو يقول لك سيف اون سيف واقعد نزل، يعني لو لقيته مول سيف ما اقعد نزل لحد ما يبقى ايه حاجه معقوله يعني. المهم القطاعات دي بتاع انا بصمم دلوقتي الابر واللور. ده باك تو باك زاويتين بس انت قاسم على 22 فين الاثنين؟ ده جدول يو ايوه انا فاهم، انا بس بضرب مثال بس باي تيبل. يعني الاريا جروس دي طبعا بتاعت الزاويتين ايوه بتاعت الزاويتين واسمع على 2 دي بقى. ما هو القانون كده. طيب حته مهمه بقى، لازم احدد القطاع بتاعي هو سيمتريك ولا انسيمتريك. ليه؟ عشان الله يفتح عليك، عشان لسه قايلين انت هتشتغل على محاور يو وفي ولا محاور اكس واي، لان هتفرق في مين؟ في الانرشي. خلاص؟ تمام. في السيمتريك لو انت عندك الزاويه بتاعتك باك تو باك هيبقى سيمتريك ولا انسيمتريك؟ هو اصلا امتى اقول عليه سيمتريك؟ لما يبقى السي جي بتاع الزاويتين التو انجلز في نفس السي جي بتاع البليد الجاست بليد، هنا تقدر تقول عليه مين؟ سيمتريك، في تطابق. انما في الزاويه الواحده لا، مفيش اي نوع من انواع التطابق، وبالتالي في الزاويه الواحده دي بنشتغل على محاور مين؟ يو وفي، انما اللي فوق بشتغل اكس وواي عادي. خلاص؟ ماشي. فتعالى كده اهو الدبل انجل بتحسب حاجه اسمها لاندا ان بلين واوت اوف بلين، عشان خاطر هنعمل تشيك دلوقتي كمان شويه تشيك خاص بالستيفنس او بيسموه سلندرنس ريشيو خاص بنسبه النحافه. خلاص يبقى بتحسب اللاندا ان بلين واوت اوف بلين، فبتحسبهم ازاي؟ بتبقى عباره عن مين؟ ايه اللي باكلنج ايه اللي احنا جبناها؟ على مين؟ على ار اكس. طب الار اكس ده والار واي بيجوا من الجدول من التيبل. تمام ماشي، معلش هي الخطوات طويله لكن الحل في ثانيه في الاخر ان شاء الله. والاوت اوف بلان ايه اللي بي اوت اوف بلان؟ على مين؟ على ار واي. طيب لو انا في السنجل انجل السنجل انجل الاوت بتحسب الاوت اوف بلان لان هو بيبقى الكريتيكال، خلاص بيبقى عباره عن مين؟ ال اوت او ال بي اوت اوف بلان على مين؟ على الار في، على الار، لان انت بتشتغل على محور مين بقى؟ في. طب والار في دي تيجي منين؟ من التيبل، خلاص موجوده برضو في التيبل. لو ستار شيب برضو نفس الكلام، انت بتشتغل برضو على محاور مين؟ محاور ما بتبقاش برضو سيمتريه، فاللاند اوت اوف بلان بتبقى عباره عن ال بي اوت اوف بلان على ار زد، وار زد ده برضو موجوده في التيبل. المهم تعالى بقى نشوف التشيك. تشيك رقم واحد خاص بالكونستراكشن اللي هو ايه ده بقى؟ خاص بالتنفيذ، ان انا بيبقى عندي الزاويه بيبقى بالشكل ده. خلاص؟ الزاويه دي بنسميها ايه؟ ايه؟
وده برضو مين؟ ودي اسمها ايه؟ ودي اسمها تي. خلاص المسافه ده هي اسمها ايه؟ ايه ناقص تي. فانا بيقول لي ان الاي ناقص تي دي لازم تبقى اكبر من 3 دي. ليه؟ عشان اعرف اركب المسامير بتاعتي. يعني المسامير كمان شويه لما ندخل في الكونكشن هتلاقي مثلا تحط مسمار هنا. المسافه ما بين المسامير عندك في حاجه اسمها ايدج وبيتش. الايدج بتاعتك مثلا بتبقى اصلا 1.5 دي. ودي برضو ما هو انت لو عندك مسمار واحد في انجل سنجل انجل وهنا برضو 1.5 مين الدي يبقى تطلع معاك كام؟ 3 دي. فلازم تتشك على مين؟ ان الاي ناقص الدي اكبر من 3 دي عشان تقدر في ايه؟ تركب المسمار بامان. خلاص؟ شيك بقى اوف ستيفنس او سلندرنس ريشيو الخاص بمين؟ بنسبه النحافه بتاعت القطاع. خلاص؟ خلي بالك في الاعضاء بتاعت الشد دي انا ما بخافش من الباكلنج. امال انا بخاف من انهي باكلنج بقى؟ اللي بيحصل في الضغط. خلاص؟ ده اللي بيبقى الكريتيكال اكتر معايا. المهم لما بتيجي تقارن عشان كده هتلاقي النسبه دي اللي بتقارن بيها كبيره بعكس مين؟ الضغط هتلاقيها 180. خلاص؟ فانا لما باجي اعمل الشيك ده هو عباره عن مين؟ الجاما اكس او الجاما واي ال ال باكلينج اكس على مين؟ على ار اكس لازم تكون اقل من 300. فالضغط هنشوفها كمان شويه بكام؟ 180. خلاص؟ اهو 180. وهنا برضو ال باكلينج واي على ار واي لازم تكون اقل من 300. شيك اوف سترينث ده خاص بمين بقى؟ ان انا بروح احسب الاكشوال الاف اكشوال بتاعتي. فبيقول لي ان الاف الاف او الاستريس عباره عن مين؟ عباره عن قوه على مساحه. طب الفورس دي جايه منين؟ او التنشن اللي هي عندي من الساب على مين؟ على حاجه اسمها اريا نت. وهنعرف ليه اريا نت اصلا. لازم أن تكون اقل منها او تساوي مين؟ اللي هي مين؟ الالاور اللي هي مين؟ اللي هي 0.58 اف اي. واصله؟ طيب ليه الاريا نت؟ الاريا نت تخيل كده عندي مثلا البليت اهي وعندي فيه فتحه بتاعت المسمار وجيت انا شديت العنصر ده من فوق ومن تحت هيحصل ايه في الفتحه بتاعت المسمار؟ هتوسع صح؟ فانا اخاف اكتر. يمكن انا في اعضاء الضغط كمان شويه مش هحسب حاجه اسمها اريا نت لان ده الضغط ده بيعمل ايه كمان؟ بيقلل كمان فتحه فبيبقى حاجه افضل يعني. خلاص؟ فلازم احسب له حاجه اسمها اريا نت. والاريا نت بتتحسب من دي برضو موجوده برضو في الكود صفحه 142 هتلاقي ليها حاجات كتيره جدا كده خطوات كتيره جدا ليه. خلاص هي بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن الاريا جروس مين ناقص الفاي في الاس. خلاص وطبعا الفاي دي اللي عباره عن مين؟ الدي بلس 2 مللي. 2 مللي ده الخلوص اللي ما بين مين؟ المسمار والفتحه بتاعته. خلاص والان ده هو عباره عن مين؟ هو 2 انجل ولا ايه؟ ولا 1 انجل اللي هي الان دي. خلاص؟ اوكي. شوف تشيك برضه اوف لينث تو ديبث اللي هو نسبة ال L على ال A لازم برضه تكون دي أقل من كام؟ من 60. خلاص؟ أقول لك التشيك ده لو ما اتحققش تروح تعمل إيه؟ اختار قطاع تاني وتشيك عليه. خلاص؟ حد هنا هندسة؟ إحنا عملنا إيه؟ إحنا عملنا كل التشيك الخاصة بمين؟ بالشد، بأعضاء الشد. تمام. طبعا بيقول لك دايما لما بنيجي نصمم الابر واللور بنصممهم مين؟ تو انجل باك تو باك. الفيرتيكال والدايجونال دي بتبقى ايه؟ 1 انجل. ولو انت عندك مثلا المنبر ده في لونجتودنال بريسنج بعملها ستار شيب عشان تقدر تشيل في الاتجاه ده. طيب بيقول لك عند تصميم الدياجونال لو زادت عن 90 في 90 تروح تعملها ايه؟ يعني لو انت بتعمل مثلا زاويه زي دي وانت بتصممها سواء فيرتيكال او دياجونال وطلعت الزاويه بتاعتك اكتر من 90 في 90 اعملها ايه؟ تو انجل هتبقى اوفر معاك. خلاص؟ ماشي. ايه ده؟ بالنسبه للموضوع اللي حلو عشان انا اعرف اعمله ستار شيب او هو انا اصلا في السلك مش مدخل ما احنا لسه هنعمل حاجه اسمها ساب مودلنج.
هنعمل المنشا كله وهدخل بالمره موضوع اللي هنرسم الجدود البريسنج على السلم. احنا رسمناه اوتوكاد صح؟ شفتوا شكله عامل ازاي؟ هو ده اللي هيتصدر اصلا المفروض يعني. مين ده بقى؟ دي خطوات، شفت خطوات التصميم اللي احنا قلناها من شويه كلها؟ دي كانت على مين هندسه؟ على التو انجل باك تو باك اللي هي اول شريحه وكانت بمسامير. يعني افترضنا ان الاول كده شويه الخطوات اللي احنا شرحناهم من شويه دي كانت للتو انجل باك تو باك مسامير. طب لو في حاله اللحام انهي شيب مش هتعمله؟ بتاع الكونستراكشن بتاع المسامير خلاص. ومين كمان؟ اللي هو اول واحد هو بتاع الاريا نت بتاعها، هو الاريا نت مفيش اريا نت والكلام ده خلاص، لان ده الحال مفيش مسامير خلاص. فده بيقول لك اهو الخطوات بتاعتك. اول حاجه جيفن بيبقى موجود مين؟ والايه باكلينج ان بلان واوت اوف بلان، ودول اللي انت هتدخل بيهم شيت اكسل يعملوا لك شويه مين؟ الخطوات اللي انت شايفهم اللي احنا شرحناهم من شويه. يبقى انت جيفن معاك انا عارف دلوقتي كمان شويه وانا بصمم، وانا هصمم هيبقى اروح الساب اجيب مين؟ الفورس، واروح انا احسب بايدي ال ان بلان والاوت اوف بلان. بس هو يقوم بقى بالليله دي سيكشن سيلكشن هندسه. الاريا انجل للباك تو باك عباره عن الفورس على 2 في 85% اف تي. تمام؟ طيب تمام. دي عشان ايه؟ عشان تختار القطاع. تروح تجيب من الاي جروس دي تروح تختار القطاع بتاعك اللي انت هتبدا تصمم عليه. خلاص؟ طيب وبعد كده السلندرنس ريشيو او الاستيفنس اللي هو بيبقى عباره عن مين؟ اللندا. طبعا بتحسب لندا اكس ولندا واي في الباك تو باك. بيبقى عباره عن مين اللندا اكس؟ ال باكلينج اكس على ار اكس. لازم تكون اقل من كام؟ من 300. انا براجع بس معاك عشان تزن. خلاص؟ وطبعا في الواي نفس الكلام. والكونستراكشن تروح تعمل ايه؟ A ناقص T لازم تكون أكبر من كام؟ 3 D. وبعد كده length of A أو length to depth. خلاص؟ والاكشوال ستريس تشيك بتاع مين؟ لو أنا عايز أحسب الاكشوال عشان أقارنها بالأدوة. والاكشوال ده هتحسبه إزاي؟ تروح تحسب مين؟ area net. ماشي؟ ده معلش هو بره السوق، انا بقرر ان انت اشتغل لحام وانت اشتغل مسامير. لما نيجي ندخل برضه في الكونكشنز هنقول لك فين مين مين فيهم الافضل. يعني الاسهل في التنفيذ بره هو المسامير طبعا، لكن الاقوى فيهم هو اللحام. بس لما نيجي ندخل في الكونكشنز هنشوف بقى ده ايه مزاياه وده ايه مزاياه. في السوق بره عاده مش في السوق مسامير انت واخد بالك ربط يا باشا وخلاص. وطبعا هنشوف بقى انواع المسامير والكلام ده لما نيجي ندخل في الجزء بتاع الكونكشن، لكن الاسهل في التنفيذ طبعا هو المسامير. تمام؟ لكن الاقوى هو اللي اعرفه مثلا يعني حاجه زي تراس هيت بتتعمل في المصنع وعندهم على الموقع بتتركب. يعني اللي اعرفه ان في الموقع مسامير عشان صعب اللحام. حلو. انما في المصنع بيبقى اللحام مضيع. والله انت لو عندك مثلا في المصنع لو انت عندك برضه الموضوع ده ايه بيرجع للمنشا بتاعك هو كبير ولا صغير؟ يعني الجزء ده بتاع التراس ده كله ممكن الحمه كله في المصنع واجيبه في الموقع على طول واركب، ما بيبقاش بس غير الحته دي الجزء ده، والجزء الثاني ده الكونكشنز ما بينهم بتبقى مسامير اربطهم بس في الموقع. لكن الجزء ككل لو انت هتعمله الحمل يتعمل ايه؟ في المصنع. انما لو الاعضاء دي هتيجي بقى واحده واحده كده عيش حياتك بقى ربط بقى المسامير، والكلام ده مش منطقي. ايوه طبعا ما هو ما انا بقول لك بس على حسب ايه برضه؟ على حسب مثلا ان انت عندك الجزء ده 12 وده 12. فالجزء ده بقى عشان خاطر العربيه اللي هتنقل الكلام ده مش هت يعني انت عندك اقصى طول العربيه عندنا هنا 12. الحاله دي مثلا هو بيجيب جزء من التراس 12 متر وجزء من التراس ويربط الكونكشنز ما بينهم بمسامير. بس لما اكبر من كده طبعا بقى ما هو اكبر من كده مش هينفع بقى. الموضوع هيبقى صعب خلاص؟ طبعا في عربيات بتوصل طولها تقريبا بس بره ل 18 متر انت واخد بالك، بس انت محكوم بالموضوع ده. نعم؟ مالناش دعوه احنا بنتكلم احنا بلاش. نعم. كان طوله كام؟ كان طوله كتير. اصلا من احد شغل
ما هو بيبقى برضه في كل حاجه كده بيبقى سبيشال كيسز كده، يعني في حاجات بتبقى ايه مالناش دعوه بيها. لا ده بالعيب، انا عايز اعرف اللي شغال بره. ما هو انا بقول لك، انا بقول لك خلاص خلينا يا باشا احنا تبع عامه الشعب. المهم لو هو لحامات زي ما قلت لك في اللي هو الكونستراكشن ده هيتشال خلاص مفيش مسامير. طيب لو انا عندي ستار شيب تدخل برضو تعمل لو سواء وصلات او لحام. طب لو هي سنجل انجل ها سواء وصلات او برضو لحام ونفس الخطوات مفيش حاجه بتتغير مع اختلاف بس فاكتور بس بسيطه كده ما بين السطور. ماشي الحاجات دي يا جماعه لازم وانت في البيت كده لما تضغطها تراجعها تحط كده ايه سكه واحده واحده عشان تبقى فاهم الشيت ده بيمشي ازاي. الشيت اللي احنا لسه فاتحينه ده شويه الحاجات هو قال لك سيف او انسيف ده منين؟ ليه؟ ما هو من هنا انت ترجمت له الكلام ده كله في الاخر. طيب تعالى كده بقى لو بنتكلم على الضغط كومبريشن ده بقى اللي انا بترعب منه بقى. هتخيل كده مثلا انت عندك تو ممبر بالشكل ده وعرضتهم لاثنين لشد، في واحد هيتقطم قبل الثاني؟ لا، يبقى الموضوع مش معتمد على الطول في الشد. يعني لما تيجي تشد تو ممبر عندك مثلا بالشكل ده ما بيعتمدش على طوله في الانهيار بتاع الشد. انما لو انا عندي مثلا تو ممبر نفس التو ممبر واحد صغير واحد كبير والاثنين عرضتهم لضغط مين اللي هينهار الاول؟ طبعا الطويل عشان خاطر الباكلنج بتاعه هيبقى اعلى. خلاص؟ ففكره الباكلنج هنا تبقى مهمه جدا بقى في مين؟ في الاعضاء بتاعه الضغط. خلاص؟ طب بيقول لك كلما زاد الباكلنج طبعا بتقل المقاومه والباكلنج لو قل ازدادت. ماشي. خطوات نفس الخطوات تقريبا مفيش اختلاف كبير يعني. انك بتجهز المساله وبتحسب الفورسز والباكلنج بقى ده مهم جدا. تمام؟ ماشي. اول حاجه تجهيز المساله انا عايز اختار قطاع. اختار قطاع ازاي؟ لازم تحسب حاجتين. في ايه؟ انت بتكملها على البورده على البورده في الكليه صح؟ ماشي. هنا بتعمل ايه؟ هناك في الشد كنت بتعمل ايه؟ لما بتيجي تختار قطاع كنت بتعمل ايه في الشد؟ اللي هي اريا جروس تدخل تختار البروفايل، انما هنا لا. هنا بتختار بتجيب الاول الفورس وبتحسب الباكلينج ان بلان والاوت اوف بلان. ففي جدول علاقه ما بين الفورس والباكلينج. فانت عندك الباكلينج بتاعك طلع مثلا اي رقم؟ طلع 450. وعندك الفورسز مثلا بتاعتك طلعت مثلا 60 وصلهم ببعض جه في الناس مثلا في النص فطلع ما بين محصور ما بين تو انجل ال 150 وتو انجل باك تو باك 140 هتاخد مين فيهم؟ الاخر بس. شوف الموضوع بسيط ازاي؟ لا بسيط مش كده؟ طيب خلي بالك اصل في الضغط بقى انت ممكن اساسا تنقل من الدبل انجل دي ممكن ما تسيفش معايا فممكن نعملها اصلا اي سيكشن يعني ادخل بقى في قطاعات ثانيه عشان اقدر اشيل الضغط ده زي ما نشوف كمان شويه. المهم اول برضو تشيك هو مين؟ كونستراكشن ده لو هي مسامير اي ناقص تي تكون اكبر من 3 الدي تشيك اوف اللي هو الستيفنس هنا بقى بيقارن بكام؟ ب 180 هنا هناك في 300 لان هنا حرك شويه. تمام. تشيك اوف ستريس اللي هو الالاوبل هنا مختلف عن الشد. الشد كان بكام؟ 58 بالمئة في الفيلد والفيلد دي كانت بتيجي من التيبل اللي هو ستيل 37 جريد. لما هنا بقى بيعتمد انك بتحسب الاول لندا اكس واي تاخد فيهم الاكبر الماكسيموم وتبدا تدخل في تيبل. والله لو اللندا بتاعتك دي اقل من 100 تدخل بقى تحسبه ولو هو اكبر من 100 تدخل تحسبه من معدل. الكلام ده فين؟ اهو. يبقى الاف في اكشوال سي على الال على الايه؟
اللي هو الكومبريشن فورس على الاريا يكون اقل من كام؟ من الالاوبل. خلاص؟ طيب هتحسبه ازاي بقى الالاوبل؟ اهو لو اللندا بتاعتك اللي احنا لسه قلناها اللي هي هتحسب اكس لوحدها واي لوحدها وده الاكبر. لو اللندا اكس دي طلعت اللي هي الماكسيموم هيبقى دلوقتي اسمها ماكسيموم في الاثنين. لو اقل من 100 وحديدك كام؟ جريد 37 تدخل من المعادله اللي هي 1.4 ناقص 6.5 في 10 سالب 5 في لندا سكوير ماكسيموم. وتحسب مين؟ الاف بتاعتك. طيب لو كانت اكبر من ال 100 اللي هي الماكسيموم لندا تدخل مين؟ 7500 لندا سكوير ماكسيموم. وصلوا ولا ايه؟ ايه؟ وصلوا ولا في حاجه واقعه؟ حلو الستيل صح؟ ماشي والله سهل جدا، موضوع بسيط بس عايزك تفهم الفكره وده اللي يهمك. لكن الشغل بره يا جماعه غير كده، وانا هوريه لك كمان شويه. هو شيت اكسل وخلاص على كده. بس انت لو الف ب كده رايح تقدم على وظيفه، الف ب رايح تقدم على وظيفه هتتسال الاول في المانيوال ده. ومش هتتسال على المانيوال اللي هو يقعد يقول لك ويخليك تقول كده قوانين، لا هيشوف انت فاهم ولا لا. هو عايز بس الفكره انت فاهم ستيل ولا لا. لكن فكره القوانين مفيش أتفه منها موجوده. انت ممكن تجيب الورق، يعني فكره المناقشه اللي انا لسه بقول عليها كمان شويه ان انا اقول لك قوم يا باشمهندس قول كذا قوم يا باشمهندس قولي كذا، مفيش مشكله انك تبقى جايب لي ورق مثلا من البيت كاتب لي فيه ملخص وتقراه. ما عنديش مشكله خالص، اعمل كده. يعني لخص، يعني الحصه بتاعت النهارده دي لخصها في البيت، وتعالى لما اجي اسالك امسك الورق وقول لي انا فهمت كذا 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 من الحصه. بس. سهله دي؟ المهم التشيك ليست اوف ديبث الا على ايه؟ اقل من كام؟ من 60. بس في حاجه هنا اسمها تشيك اوف سبيسر لوكيشن. ايه هو بقى؟ ايه هو ده بقى؟ بقول لك انت عندك مثلا الدبل انجل، الدبل انجل باك تو باك ممكن وانت بتضغطهم اثنين واحده تنحرف عن الثانيه. يعني واحده يحصل لها باكلنج اكتر من الثانيه، ما هو باكلنج تو انجل. عشان كده بعمل حاجه اسمها مين؟ سبيسر. ما بين مين؟ ما بين الدبل انجل بالشكل ده، تبقى على مسافات معينه بليتا كده. لو المسافه بتاعتك كبيره عشان تقدر تقلل مين؟ الضغط بتاعي اللي موجود على الايه؟ على الممبر. خلاص فده تشيك تعمله. واجي على الجدول ده. الجدول ده برضه نفس التاني بس هنا يعني مثلا ده في الكومبريشن. تو انجل باك تو باك تدخل برضه على نفس مين؟ نفس الكلام. انما في لو انت عندك ستار شيب، لو انت عندك سنجل انجل، لو انت عندك تو شانل بقى باك تو باك. انا قلت لك ليه احنا لجأنا هنا بقى للشانل ولجأنا للاي. ليه؟ الاي بايه؟ عشان الضغط بيبقى عالي، ممكن يبقى عالي على الايه؟ على الانجل. خلاص؟ ادخل برضه هنا واشوف واحسب الكلام ده. طيب اخر حاجه الديتيلز. طبعا الديتيلز دي انا مش هحتاجها بصراحه دلوقتي. الديتيلز دي انا بحتاجها امتى؟ لما بعمل الكونكشنز. يعني انا صممت اصلا الاعضاء بتاعتي كلها بما فيهم الكونكشنز هرسم بقى ازاي. فمثلا عندك هنا الفيرتيكال بريسنج، لو انا عندي مثلا بريسنج الكونكشنز الديتيله بتاعت الاي والبي. الاي مثلا بيبقى شكلها عامل كده، وهنعرف طبعا المسافات ما بين المسامير لان احنا لسه ما دخلناش اصلا في الكونكشن. والبليتا دي اصلا افضل مثال ليها هتترسم ازاي. يمكن كان في حد كان سال بيقول لي مثلا الزاويه بتاعت البريسنج هي اشمعنى ليه من 30 ل 60؟ الباشمهندس ليه اشمعنى من 30 ل 60؟ عشان خاطر البليتا اقدر احط بليتا كويسه تقدر ايه؟ واربط المسامير كويس يبقى فيه خلوص. تمام؟ فالزوايا دي اصلا متعارف عليها. خلاص؟ طيب يبقى لو انا جيت بصيت على كترس بقى وعايز اعمل مين؟ الكونكشنز اللي ما بين الوصلات. كونكشنز ما بين الوصلات ديتيلا رقم واحد هو الراجل رسمها لك، وطبعا بص حاطط لك هنا مين؟ سبيسر. خلاص؟ الديتيلا رقم اثنين برضه حاطط لك 1 سبيسر هنا، وطبعا مصمم لك جايب لك ادي شكل مين؟ البليتا وهكذا. دي كلها
كل الديتيلز اللي موجوده في شكل مين التراس بتاعي. لا انا ان شاء الله لما اخلص بس مين